بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا بخير واختم بخير واجعل عواقب أمورنا كلها إلى خير. بحثنا اليوم عن اللقطة. معنى اللقطة، اللقطة بضم اللام وفتح القاف، هي الشيء الملتقط. لاقى شيء، شيء ضائع ولاقاه إنسان، يسمى لقطة، أي المأخوذ من الأرض. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: فالتقطه آل فرعون. وفي اصطلاح الشرع هو مال أو اختصاص محترم وجد في مكان غير مملوك، لم يحرز ولا عرف الواجد مستحقه. يعني هذا المال، قلنا المال يعني شيء ممول، يعني يخرج منها الأشياء الغير ممولة شرعا نحو الآلات اللهو والخمر والخنزير، هذا لا يعتبر مال محترم. وأيضا كلمة محترم قلنا صفة للمال، والمقصود بها أن يكون المال محترم أي معتبر شرعا. فآلات اللهو والخمر والخنزير لا يعتبر مال محرم، وكذلك مال الحرب. والاختصاص المحترم هنا نحو كلب الصيد أو حراسة، هنا قد يستفاد منه، أي يستطيع أن يأخذه الإنسان لأجل ذلك الغرض، وغير ذلك ليس بمحترم. لم يحرز أي ليس عليه علامات الحفظ والإحراز، يعني مبين أنه ضائع في مكان غير مكانه، وأنه ضائع وأنه وضع في هذا المكان لحفظه، مبين أن ما هو مكان حفظه، وجد في هذا المكان، في طريق، في مكان، في أرض مقطوعة، شيء ما يجب أن يكون موضوع في مكان خاص فيه لكن موجود في مكان آخر، فهذا دليل على أن هذا الشيء ربما يكون ضائع، صاحبه مضيعه أو ساقط منه. وربما يكون الضائع يعني من الحيوانات، بتنقل الحيوان من مكان لآخر، مبين هذا الحيوان لوحده أنه بعيد عن صاحبه الحقيقي. مشروعية الالتقاط، هل يجوز للإنسان إذا وجد شيء أن يلتقطه؟ نعم، الأصل أنه مشروع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن ذلك: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. يعني إذا وجد مثلا صرة مصاري، مثلا فيها دراهم، فيها دنانير، فيها مال، فيها دولارات، هلا مثلا موضوعة في مكان، في حقيبة يد، قبل في كيس مربوط، يعني حاول اتعرف على كل ما في هذه الشيء، يعني الشيء الضال الضائع، بإيش محفوظة، اللون، العدد، ثم يعرف عنها، يعني يخبر بأنه وجد لقطة، وهذه اللقطة موجودة عنده ولها علامات كذا وكذا. فإن عرف صاحبها بعد أن يعطي العلامات التي هي عليها فعلا بعد أن حفظ تلك العلامات، كهرباء هاي. فبعد أن يعرفها الفترة المطلوبة، عندها إن عرفها صاحبها يردها إليه بعد أن يعطي علامات تدل على أنه هو صاحب ذلك الشيء الضائع. الحكمة من التشريع، لا شك أن من فقد شيئا يملكه أو يختص به يصيبه شيء من الكرب والحزن على ذلك الشيء المفقود، وخاصة إن كان له قيمة، إذا كان له ثمن، ويغيب عن ذهنه أين نسيه أو أين وضعه، وقد لا يعلم أين فقده، وربما تعرض لهذا الشيء من لا أمانة عنده فأخذه وضعه على صاحبه.
وربما أسرع إليه التلف وذهب سدى دون أن ينتفع به. إذا هنا احتمال أن يكون الذي يأخذ هذا الشيء إنسان غرضه مباشرة أن يتملكه، يعني فاقد الأمان، أو هذا الشيء إذا ترك فترة دون أن يأخذه أحد يهتم به قد يتلف، قد يتلف ويذهب سدى، وهنا يكون كأنه قد ضاع ذلك الشيء سدى دون أي فائدة، دون أن ينتفع به أحد. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واستجابة لتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الإنسان صاحب الشيء الضائع إذا تعرف عليه سر به وزال غمه وذهب كربه، فيكون للملتقط أجر عند الله عز وجل، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وبهذا يعيش الناس آمنين مطمئنين، يعلمون أن أموالهم مصونة، حتى ولو فقدت منهم فإنها ستعود إليهم، تحملها تلك النفوس الأذية والأيدي الأمينة لتوصلها إلى صاحبها مستحقيها، فيسود الحب ويعم الإخاء والود بين المجتمع المسلم. ما حكم أخذ اللقطة؟ إذا وجد المسلم لقطة أي شيئا ساقطا على الأرض، هل يلتقطه أو يتركه؟ هنا تتغير حسب حال ذلك الإنسان، الحكم يتغير. يستحب له الالتقاط إذا كان واثقا من أمانة نفسه، ويخشى أن يضيع هذا الشيء على صاحبه إن لم يلتقطه هو. إذا حفاظا على مال أخيه هو يأخذه، فإن لم يخف عليها من الضياع، يعني يوجد آخرين أمناء، جاز لغيره أو يجاز له أن يتركها حتى يأخذها غيره، لأنه يعلم بأن هناك أمناء آخرين يحفظوها دون أن تضيع. وإن تيقن ضياعها لمعرفته بعدم وجود أمين غيره في ذلك الموضع، يصبح حكمها واجب، حكم التقاطها واجب، لأنه من باب حفظ مال المسلم. الحالة الثالثة: إن لم يثق بأمانة نفسه مستقبلا، يخشى على نفسه أنه ربما مع الأيام قد يستخدمها أو تضعف نفسه، فتسول له نفسه أن يأكلها مثلا إن كانت تؤكل، أو يستعملها إن كانت تستعمل، عندها يكره له التقاطها. وإن علم من نفسه الخيانة، وأنه إن التقطها سيلتقطها لنفسه لا ليحفظها على مالكها، فعندها يحرم عليه التقاطها، يعني عارف عنده علم اليقين. إذا حالة الكراهة إن خشي مستقبلا على نفسه أن تضعف، أما إن تيقن بأنه ضعيف النفس وأن لا يستطيع أن يحافظ عليها لصاحبها، عندها يصبح حكم التقاطها حرام. الآن لقطة الحيوان ولقطة غير الحيوان. الشيء الضائع قد يكون حيوان وقد يكون غير حيوان. فإن كان حيوانا ينظر، فإن كان مما يمتنع بنفسه أي يحمي نفسه من صغار السباع، هناك في حيوانات تستطيع أن تحافظ على نفسها، تدير شؤونها، تهتم بأكلها ومشربها، يعني قادرة على حماية نفسها بنفسها وليست صغيرة قد يأتي شيء من الحيوانات المفترسة تأخذها تأكلها، أو لها يعني أو غير قادرة على الحيوانات الصغيرة، في منها لا تستطيع أن تؤمن أكلها وشرابها وغذائها، تعتمد على الأم أو الأب. إن كان مما يمتنع بنفسه، فإن وجدها في صحراء لم يجز له التقاطها. فقد جاء في حديث خالد بن زيد رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها رب مالكها. طيب، المقصود هنا أن الدابة اللي مقصود بها هنا ضالة الإبل كبيرة، ترعى في الصحراء فترة طويلة، تستطيع أن تخزن الماء، أن تعيش لوحدها، حتى أيضا قد يرسلها صاحبها ترعى لنفسها في الصحراء. لذلك قال له: ما لك وما لها؟ وقيس على الإبل ما في معناها من الحيوانات التي تقدر على الامتناع بنفسها من عدوها. وحمل العلماء قوله صلى الله عليه وسلم هذا على التقاطها للتملك،
وفي حال غلبت الظن أن صاحبها سيعثر عليها، لأن الغالب على أن أصحاب الإبل ونحوها إرسالها لترعى في الصحراء بلا راع، فالغالب أنها ليست بضائعة فلا ينبغي التقاطها، ولذلك أجازوا التقاطها للحفظ لا للتملك زمن الأمن، أي يلتقطها بقصد أن يحفظها على صاحبها لا ليتملكها ولو بعد تعريفها المدة المطلوبة. وإن وجدها تلك الحيوانات، إن وجدها في بنيان من مدينة أو قرية جاز له التقاطها مطلقا. لماذا؟ لاختلاف حالها في البنيان عن الصحراء، الأحوال العادية تكون تلك الحيوانات متروكة لتذهب لترعى في الصحراء. طب إن وجدها في مدينة أو في قرية أو مكان عمران وناس، إذ لم يعتد الناس إرسالها في القرى والمدن لترعى، ولأن من يمر بها هنا كثير ويخشى عليها بخلاف الصحراء، فإن المجتازين فيها قلة، يعني ما أحد راح يعترض لها في الصحراء قدر ما يعترض لها في المدن والقرى. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، فإن سياقه يدل على أن ذلك يكون في الصحراء حيث يوجد الماء والشجر ولا يوجد من الناس من يتعرض لها، وهذا المعنى لا يتحقق في المدن والقرى، لذلك يجوز له أن يلتقطها في المدن والقرى ثم يعرف عليها. أما إن وجدت في الصحراء فتأخذ حكم الإبل التي حكى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك ولا وما لا، اتركها تأكل وتشرب لوحدها ثم يتعرف عليها صاحبها. النوع الثاني من الحيوانات، إن كان الحيوان لا يمتنع بنفسه السبب لضعف ذاتي فيه كالغنم، وإما لعجز طارئ كبعير مريض أو فرس مكسور، جاز التقاطه في الصحراء وغيرها وللتملك وغيره. ودل على ذلك ما جاء في حديث خالد بن زيد رضي الله عنه أنه سئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، يعني وجدها يا أنت بتاخذها يا أخوك المسلم يا إما بيجي الذئب وبياكله. وقيس على الغنم غيرها مما في معناها من الحيوانات الضعيفة التي لا تمتنع بنفسها. طيب إن كان الشيء الضائع غير حيوان جاز التقاطه مطلقا كالحيوان غير الممتنع، نفس الحكم الذي ذكرناه سابقا بين الإباحة والاستحباب والكراهة والحرمة. ودل على ذلك أحاديث كثيرة، من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال أنه سئل عن اللقطة الذهب أو الورق فقال: اعرف بكاءها وعفاصها، والمقصود بها اعرف كل ملابسات تلك، احنا نقول سرة مال أو صندوق نقود أو جزان فيه مصاري، اعرف تفاصيله بدقة والعدد والكمية والنوعية ثم عرفها، إذا يأخذها ويعرفها. أيضا ورد حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: أخذت سرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرفها حولا، فعرفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثا فقال: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت، يعني أخذها هو. هنا لقطة الحرم تختلف عن اللقطة العادية، هل طبعا المراد بالحرم هنا مكة وما حولها من الأماكن التي تعرف بالحرم والتي لا يحل الصيد فيها ولا قطع شجرها. أيضا بالنسبة للقطة فيها، إن وجد المسلم فيها شيئا ساقطا يعتبر لقطة، لا يحل له التقاطه إلا بقصد الحفظ على مالكه، ولا يحل له تملكه أبدا أبد الدهر، لأن الغالب أن يعود صاحبه إلى مكة ولو بعد حين، تبقى اللقطة لا يأخذها، يعني لا يمتلكها حتى لو لم يجد صاحبها. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الفتح: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، أي معرف على الدوام، دائما بيمسكها بحافظ عليها، طبعا احنا راح نشوف لأن يده يد أمانة، يبقى دائما يعرف عليها، أي مقصود بها أني معنى منشد أي معرف عليها على الدوام، هي عنده بيعرف عليها ولا يقصد تملكها ولا يجوز له أصلا أن يتملكها أبد الدهر. وتلزمه الإقامة لتعريفها، الإقامة أين؟ في الحرم، فإن أراد الارتحال عن مكة دفعها إلى الحاكم أو من ينوب منابه ليقوم هو بتعريفها ويحفظها لمالكها. طيب بعد أن يأخذها ويعرف عليها
أراد أن يدفعها ويردها إلى صاحبها بعد أن يأتي صاحبها ويذكر الصفات الخاصة فيها، هل يشهد على ذلك؟ قال الأصح أن الإشهاد على الالتقاط. طب إحنا عم نحكي أن يريد أن يردها لصاحبها، طب هل يشهد أنه التقط شيئا من الأرض وأن هذه لقطة؟ الأصح أن الإشهاد على الالتقاط غير واجب، أنه هو التقط هذا الشيء، لأنه لم يرد الأمر به في أكثر أحاديث اللقطة، وإنما هو مستحب ولو كان الملتقط عدلا ليقطع على نفسه طريق الخيانة مستقبلا. إذا يستحب ذلك الأمر ولا يعتبر واجبا، ودرءا من أن يأخذها وارثه من بعده بحجة أن هذا الوارث وجد تلك اللقطة في يد ذلك الميت فيقول هذه له، يعني كأنها ملك له وأراد أن يأخذها هو، يعني تدخل في الميراث. لذلك يستحب الإشهاد على أنه التقط لقطة. وقد دل على الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم: من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل. فالتخيير في أن يشهد عدلا أو عدلين يقتضي عدم الوجود، ولو كان الإشهاد واجبا لما اكتفي بعدل واحد. ويذكر للشهود بعض صفاتها، أو هو صاحب اللقط الذي أخذ اللقطة يذكر للشهود بعض صفاتها ولا يستوعبها، ويكره له أن يزيد في البيان، يعني يذكر لهؤلاء الشهود بعض صفات تلك اللقطة ولا يستوعب، يعني لا يشرح له كل شيء كم عددها، فقط الصفات الأساسية للغاية حفظ المال حتى يرد لصاحبه. وإن خشي من الإشهاد أن يعلم بها غير أمين فيأخذها منه ظلما امتنع عليه الإشهاد، يعني لا يجوز له أن يشهد غيره، ربما يغري الناس فيه إنه عنده تلك اللقطة، فيجي ناس شخص غير أمين فيأخذها منه عنوة أو ظلما. تعريف اللقطة: إذا وجد المرء شيئا ضائعا بمعنى اللقطة الذي عرفت به ينظر، فإن كان شيئا تافها، تعريف يعني يعرف الناس عنه، أي المقصود بتعريف اللقطة وليس معناها، لأن معناها قلنا الشيء المأخوذ من الأرض، يعني شيء سقط في الأرض فأخذه. طب هل إذا كان ذلك الشيء التافه هل يعرف الناس فيه وليحتاج تلك المدة الزمنية التي حكى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إن كان شيئا تافها، أي ليس من شأن الناس عادة إذا فقدوه أن يطلبوه أو يبحثوا عنه كاللقمة والتمرة ونحو ذلك حسب عرف كل مكان وزمان، فإن كان الملتقط يتملك ذلك دون أن يعرف به أو يتعرف عليه. وقد دل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة، تمرة وجدها في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. يعني إذا لقى شيء تافه يعني ما له قيمة فأخذه وأكله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تكون من الصدقة، ولا يجوز له أن يأكل من مال الصدقة، طبعا هذا شيء خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب إن كان شيئا ذا قيمة، والله مثلا واحد لقى مثلا ليرتين ثلاثة خمسة 10 بتم عنده سنة ويعرف عليها وما إلى ذلك، لا يعني حسب الأشياء وقيمتها، إذا كانت تافهة ما بدها التعريف، مجرد ما وجدها صاحب ذلك الشخص الملتقط يأخذها وتصبح ملكا له. إن كان شيئا ذا قيمة، أي من شأن الناس أن يطلبوه إذا فقدوه ويبحثوا عنه، كان على الملتقط تعريفه، ودل على ذلك صريح الأحاديث التي سبقت. والأصح أن التعريف واجب، الأصح أن التعريف واجب، سواء أكان الالتقاط بقصد الحفظ فقط أم بقصد الحفظ ثم التملك، إني لازم يعرف تلك المدة الزمنية. ليه؟ ربما ييأس صاحب ذلك المال الضائع فلا يسأل عنه، لكن لابد أن يعرف، ومجرد ما عرف وذكر الأوصاف فهنا صاحبه قد يتذكر أين نسيه، فيأتي ويذكر بعض أوصافه حتى يعطيه ذلك الملتقط، يعطيه ذلك المال. كيفية التعريف ومدته ومكانه: أولا، يتعرف على العين الملتقطة بما يميزها عن غيرها من الصفات، بحيث إذا جاء من يدعيها وسأله عن صفاتها استطاع أن يعرف هل هو صاحبها أم لا، يعني بذكر ويقول له شو وصفة، أعطيني شيء بدل على إنها لك، عددها كم أنتم ضائع، ربما ينسى العدد كم السرة كم فيها من المصاري، لكن بذكر مثلا السرة شكلها الرباط أين نسيها أو في المكان الفلاني.
فإذا دفعها كان على يقين أنه دفعها لمستحقها، فيتعرف على وعائها إن كان لها وعاء، وعلى رباطه إن كان له رباط، وهي العفاص والوكاء اللي إحنا حكينا عنه في الحديث أول ما ذكرنا مشروعية اللقطة، أخذ اللقطة. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اعرف وكاءها وعفاصها وعدتها. وذلك أنه سئل عن لقطة الذهب والفضة، ومن شأنها أن تكون في وعاء مربوط ولها عدد، ويقاس على ذلك غير من الصفات التي تتميز بها الأشياء وتتضح. ثانيا، إذا عرف صفاتها وميزاتها نادى عليها ذاكرا بعض صفاتها التي من شأنها أن تنبه فاقدها إليها. المقصود بأنه عرف صفاته وميزاته هذا الإنسان الملتقط بعد ما تعرف على صفات مثلا الدراهم، الدنانير، حتى إذا كان حيوان أو كان شيء ثمين، يذكر الصفات والميزات ثم يذكر بعضها عندما يعرف عليها ولا يتوسع بذلك، كي لا يعرف صفاتها من لا يستحقها فيدعيها، يدعي أنه هو صاحبها، وربما أخذها ظلما وباطلا. ثالثا، إذا كان الشيء ذا بال كبير، مقصود به يعني كتير كتير مهم وقيم وصاحبه راح يحزن عليه إذا فقده، فهذا الإنسان راح يبقى يسأل عنه بشكل مستمر، يعني يتأسف عليه فاقده زمنا طويلا. عرفه سنة كما ثبت في النص، بيبقى السنة بيعرف عليه، لأنها لو كانت لمسافر يغلب أن لا يغيب عن مكان فقده أكثر من سنة. يعرفه كل يوم مرتين لمدة أسبوع، ثم كل يوم مرة أسبوعا، ثم كل أسبوع مرة ليتم 7 أسابيع، ثم في كل شهر مرة. أول فترة بعرف عليها يعني يخبر الناس عنها فترة، أول فترة بشكل أكثر، بعدين بصير يقلل من الوقت، آخر شيء بصير بالشهر مرة بعرف عنها أنا في عندي لقطة، أو أنا وجدت شيء صفاته كذا وكذا، بعض الصفات مدة سنة. فإذا قلنا إذا كان الشيء ذا بال كبير فإنه يعرف فترة يغلب على الظن أن صاحبه يكف عن طلبه، عفوا ليس ذا بال، إذا كان ليس ذا بال كبير، قلنا إذا كان ذا بال كبير سنة يعرف عنها ويزاد في الأيام الأولى، يعني حتى مو بس مثل ما حكينا، إذا كان أول فترة كل يوم مرتين لمدة أسبوع، عادي إذا عرف باليوم 4 5 مرات إذا كان شيء قيم، لأن في بداية الأيام الأولى من فقد الشيء غالبا صاحبه بده يطلبه أكثر من مرة، بيسأل عنه مرتين وثلاثة وأربعة وخمسة. فالأفضل يقال إن يعني إن الأفضل إن من باب المستحب إن يزيد في التعريف عنه في الأيام الأولى، بعدين إلى أن يصل بالشهر مرة إلى أن تنتهي السنة. إن كان الشيء ليس ذا بال كبير فإنه يعرف فترة يغلب على الظن أن صاحبه يكف عن طلبه. يدل على ذلك قرائن الأحوال التي وردت فيها الأحاديث، فسؤال عن صرة فيها 100 دينار، وسؤال عن ذهب وفضة، وسؤال عن ضالة الغنم والإبل ونحو ذلك، كل أشياء ذات قيمة لا يكف فاقدها عن طلبها غالبا في أقل من سنة. والله أعلم، رح يبقى يسأل عنها كثير لأن كثير ثمينة بالنسبة له، ولن يفقد الأمل في أن يجدها خلال سنة. رابعا، يكون التعريف في الأماكن العامة والأسواق وعلى أبواب المساجد، يعني في الأماكن التي يجتمع الناس فيها عادة، لأن الغالب أن يطلبها صاحبها في تلك الأماكن، سيذهب يسأل هل وجدتم كذا وكذا، وإن في تجمعات من الناس يذهب ويسأل عنها لعله يجد من وجدها أو سمع بأنها موجودة عند فلان من الناس. يكره أن يعرفها في المسجد لما فيه من رفع الصوت والتشويش على المصلين والذاكرين فيه، لكن الله عز وجل، وقد ورد الزجر عن هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشر ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا، يستثنى من هذا المسجد الحرام.
فإنه يجوز فيه، لأن من ينشدها في غيره متهم أنه يفعل ذلك من أجل أن يتملك اللقطة بعد تعريفها. يعني الواحد عم بيناديها في مساج الثاني غايته أني بعرف عنها، لا أصاحب لا ما لا أصاحب راح يتملكه. أما في المسجد الحرام هذا الإنسان الذي ينشدها دائما عم بينادي بعد الصلوات أو قبل الصلوات أو في أوقات دائما عم بيسأل عم بينادي عن من أضاع كذا فليأتي يأخذه في المكان الفلاني، هذا الإنسان ما هو متهم، المقصود أنه متهم لأنه عارف مهما طال الزمن يحرم عليه أن يتملكها. يعني قلت ذكرنا حكم ضالة الحرم تبقى لصاحبها إلى الأبد مدى الدهر، راح تبقى أماني ومحفوظة في ذلك المكان إلى أن يأتي صاحبها. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على النداء على الضالة بالمكبرات الصوتية في هذه الأيام التي ينادى بها للصلوات. يعني احنا غالبا المكبرات بتكون في المساجد لأن الصوت لا يكون في المسجد، وكل ما هناك هو استعانة بهذه المكبرات لأن توصل النداء. يعني هلأ المساجد الحديثة في مكبرات داخلية ومكبرات خارجية، المكبرات الداخلية تؤذي المصلين واللي عاملين حلق ذكر، المكبرات الخارجية هاي اللي بقلب المسجد غالبا ما بسمعها، بسمعها شيء بسيط. طب مسك الإذاعة الخارجية وصار ينادي عن ضالة، فهنا قال والله أعلم إن هذا النداء هنا لا يدخل في النهي اللي حكينا عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما زجر عن النداء في المساجد وقال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. طبعا هذا الحكي على المساجد الموديل القديم، أما حديثا في مكبرات داخلية ومكبرات خارجية. طب المكبرات الخارجية إذا استخدمها حتى يعلم الناس ويخبرهم، يعرف الناس بأن هناك ضالة حتى يأتوا ويأخذوها. طيب أيضا في استثناء إذا كان نداء من أجل ضياع طفل أو طفلة، حتى سواء كان في المساجد قديما أو حديثا، عليه أيضا أن يعرف أن هناك طفل أو طفلة ضائعين هن موجودين في المكان الفلاني. الآن يوجد فقرة إذا كانت اللقطة لها نفقة، للملتقط أن يقوم بالتعريف بنفسه وله أن يقوم به بغيره، فإن احتاج إلى نفقة ينقل من مكان لمكان أو كانت هي مثلا لابد أن تحتاج أن تأكل مثلا، هي كما رح نحكي عن تأكل مدة طويلة من الزمن، فإذا كنا قلنا قد تكون اللقطة حيوان يحتاج إلى طعام وشراب، ربما النقل من مكان إلى مكان يحتاج إلى نفقة، يدفع نفقة حتى ينقلها ويعرف عليها، له أن يقوم به بغيره، فإن احتاج إلى نفقة كانت هذه النفقة على المالك لأنه لمصلحة ملكه، فإما أن يدفعها القاضي من بيت مال المسلمين وإما أن يقترض من الملتقط أو غيره على المالك إن يدينني لنلاقي صاحبها بنرجع لك إياها ناخذ من المالك الأصلي، أو يأمر الملتقط بدفعها ليرجع بها على المالك، بقول له أنت لقيتها ادفع نفقتها وبعدين إحنا نعطيك لما نلاقي المالك، أو يبيع جزءا منها في ذلك، قد يكون النقطة يباع جزء منها، فإذا باع جزء منها ما بيأثر عليه شيء، بيبيع جزء من اللقطة والمال يأخذه ثمن لينقلها، ثمن النقل، فإن أنفق الملتقط من ماله دون إذن الحاكم كان ذلك تبرعا منه لا يلزم به المالك الضرر. وقعد ينفق وينقلها من مكان لمكان ويتنقل فيها، ولكن ظهر المالك فجأة وهو ما كان مخبر الحاكم إني والله إن هاي اللقطة أنا بتكلف عليها وبدفع لها، فهون يعتبر تبرع منه ولا يلزم به المالك إن عرف، إن ظهر يعني إن عرف ذلك المالك. أنواع ما يلتقط وكيفية التصرف به، قلنا اللقطة قد تكون حيوانا وقد تكون غير حيوان، وغير الحيوان قد يكون مما يبقى وقد يكون مما يفسد، مما يبقى يعني يمكن أن يبقى فترة دون يعني دون ما يتأثر، أو يفسد إن يعني له مدة زمنية ثم يفسد، كلها له كل شيء له حكم. طيب أولا إن كان حيوانا فإن شاء أبقاه وأنفق عليه مو لحاله بإذن الحاكم،
ليرجع على صاحبه عند ظهوره بما أنفق، فإن لم يجد حاكما أشهد على ذلك، فإن أنفق دون إذن ولا إشهاد كلام تبرع، ليس له أن يرجع بما أنفق، وإن شاء باعه بإذن الحاكم وحفظ ثمنه، باع الحيوان وثمنه حفظه إلى أن يذهب صاحبه وأعطى ذلك الثمن، وله إن أخذه من مكان لا يتيسر فيه البيع أن يتملكه حالا ثم يأكله ويغرم قيمته يوم تملكه لصاحبه الظاهر. إن أخذه وتصرف فيه مثلا شهادة أو كذا وتصرف فيها، عندما يظهر صاحبها يغرم قيمتها يوم تملكها، إما تتملكها قبل سنة قبل ستين قبل ثلاثة، يعني إلى أن يظهر صاحبها. وإن كان غير حيوان مما يسرع إليه الفساد، ما هو حيوان لكن يفسد، فإنه مخير بين أن يأكله ويغرم قيمته أو يبيعه بإذن الحاكم ويحفظ ثمنه، يبيعه وبعدين يدفع ثمنه لصاحبه، أو يبيعه والثمن بيحافظ عليه إلى أن يظهر صاحبه أو مالكه الأصلي. وإن كان يبقى بعلاج، يعني مثلا قطة بتتجفف تصبح تمر أو لبن يصبح عقد، أو شيء يمكن إذا يعني حولناه يعني صيرناه شيء آخر بيحفظ فترة طويلة من الزمن، قد يكون العلاج المعالجة يعني يتحول لشيء آخر يحتاج ليه أيضا نفقة، من الذي يدفع تلك النفقة؟ أيضا المالك أو بإذن الحاكم، المالك يعني المالك تلك النقطة هو الأصل أن يدفع، لكن إن قام ذلك الملتقط بأخذها وعالجها دون أن يخبر الحاكم ودون يعني بادر لنفسه يعتبر هو متبرع. وهناك غير الحيوانات مما يبقى أبدا بدون علاج وجب عليه حفظه مدة التعريف اللازمة، وينبغي أن ينتبه إلى أنه في الحالات التي تباع فيها العين الملتقطة ويحفظ فيها ثمنها لا بد من استمرار التعريف بها المدة اللازمة، استعجل باعه أو لم يستعجل حفاظا عليها باعها وحافظ على ثمنها، يعني لابد في خلال تلك المدة الزمنية يبقى يعرف لمين نضيع شاة، من نضيع شاة، من نضيع كذا، طول المدة عم بعرف إلى أن يظهر صاحبها. فهون إيش بيعمل؟ ما بقول إني أنا والله بعتها وهيك جابت، لا بقول من أضاع الشاة الفلانية لصفاتها كذا، من أضاع كذا، إذا يعرف بالعين الضائعة أصلا ثم يعطيه الثمن. متى يتملك اللقطة؟ للملتقط أن يتملك العين الملتقطة إذا كانت باقية أو ثمنها حال بيعها كما في الصور السابقة بعد انتهاء مدة تعريفها، فإذا تملكها صارت مضمونة عليه ويغرم قيمتها لصاحبها الظهر يوم تملكها، أخذا من النصوص السابقة ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها. يعني هالمدة سنة ما عرفت مين خدها صارت ملكك، طب بعدين بلكي ظهر عم يعني في نهاية المطاف بلكي نعرف من صاحبها، إذا عرف من صاحبها عادي بنرجع له إما ثمنها أو قيمتها قيمت يوم ما تملكها. ما هي يد الملتقط؟ على الملتقط أن يحفظ اللقطة في حرز مثلها وكذلك ثمنها في حال بيعها، وهو غير ضامن، غير ضامن إذا لم يتعدى ولم يقصر، لأنه بالأصل متبرع بالحفظ، لم يجرؤ أحد أن يحفظ تلك